بس إنه قول باري ما تخبرنا هذا ما كان قراره. أمير يلي منعت تحكي. وهو يلي ما بده يروح على المستشفى. بعدين هو بياخد بنصيحتنا لحتى ياخد بنصيحتها. ابني كرمال الله فهمنا كيف بتخبي عنا هيك شيء؟ يعني حكيتي؟ صدقني أنا على فكرة ما حدا خبرني شيء أبداً. سمعتك لما كنت عم تحكي مع تولاي. أمي ما بدي إياكي تقلقي من هالموضوع. أنا عرفت مكانه وما عاد يقدر يأذي حدا مرة تانية. اصحك أمير، ما عم أفهمك. معقولة تروح على المشاكل بإرادتك؟ ما رح خليك، مستحيل. أمي ما رح يصير لي أي شيء ولا حتى لأي حدا، فلا تخافي. تمام؟ يا ربي ما عم صدق. شو بدي ساوي معه؟ كأنه أمير القديم يلي حكى معي. تعي نشوفه. يلا بعدي عن طريقي. ما رح بعد حتى لو دعستني. قلت لك بعدي عن طريقي. يلا بعدي عن طريقي. يعني ما بدك تبعدي؟ لآخر مرة بقول لك بعدي. أنت لما بتقول كلمة مو بتكون قدها؟ جاوبني. إيه بتكون قدها؟ شو يعني هالحكي؟ بدي توعدني
إنك ما رح تلحقه للزلم. هو أصحك تزعل أمك، لو أمي عايشة ما كنت زعلتها. ألف حمد وشكر، ألف حمد وشكر يا رب. لو ما هي وقفت بطريقك كنت رحت لعند هداك الزلمة، مو هيك؟ معناتها برافو عليها لأنه عملت هيك وما خلتك تروح، مع أنه بدها جرأة كتير كبيرة أنه الواحد يوقف ضدك، وهي طلعت جريئة. لما إجت آخر مرة لهون كنت عم أحكي مع الحاج نظام الدين وسمعتني، ولهالسبب خبرتها بكل شيء. يعني بصراحة أنا حبيت شوف ردة فعلها على الموضوع. الأمل نعمة كبيرة. يعني فرحت؟